هادو جوج ديال شركات يابانيين اللي هما رائدين في هذا القطاع ديال السيارات. هاد جوج ديال الاتفاقيات باش يمكننا نفتحوا 4 ديال المعامل جداد اللي يعني الحجم ديال الاستثمار 912 مليون ديال الدرهم، وغادي يشغلوا 8300 ديال مناصب الشغل الجديده اللي غادي تنشا ان شاء الله في هذا المستقبل القريب. اذا في هذا الوقت ديال الجائحه اللي في العالم كله كنشوفوا انه الشركات كيقلصوا من الناس اللي كيشتغلوا عندهم من اليد العامله، الحمد لله في المغرب هاد الشركات الكبيره في العالم في هذه القطاعات عندهم الثقه في بلادنا، كيستثمروا وكيخلقوا مناصب الشغل في هذا الوقت ديال هذه الجائحه. اذا هذا يوم مهم جدا للقطاع ديال السيارات في المغرب في هذه الظروف هذه اللي كلشي كيعرفها. دونك الجروب دونك غادي انفيستي عاوتاني اينوتوريزين في الجهه ديال الدار البيضاء ستات. دونك هذا الانفيستيسمون اللي تري امبورطون بالنسبه للجروب ديالنا، باسكو كنزيدو عاوتاني كنمتنوا لا بريزونس ديال الجروب هنا في المغرب. وان شاء الله كاين بروجيات في المستقبل اللي غادي يجيو اللي غتخلي ديما الجروب سوميتومو اول مستخدم هنا في بريبي في المغرب ان شاء الله.